بدنا نرحب بضيوفنا مباشرة من الدنمارك، الأستاذ عمر ناطور والسيدة أسماء الناطور. أهلا بكما عبر راديو أورينت وفي استوديو الصباح. وخلوني أسألكم يعني هذا السؤال، وصلكم قرار ترحيل من السلطات في الدنمارك، إبطال لجوء بتقولوا لي اسمه أو إلغاء إقامة مؤقتة بعد إقامة 7 سنوات بالدنمارك بالثامن من الشهر الجاري، ومنحتم 30 يوم لمغادرة البلاد. هل زار أي منكما دمشق خلال السنوات السبعة الماضية؟ طبعا نحن اجانا قرار رفض وترحيل من 8 شهر، انه بعد ما قدمنا اوراقنا وصلت لمحكمه تظلم اللاجئين، فاجانا قرار بعد 18 يوم ما عملنا المحكمه انه برفض والترحيل خلال 30 يوم. وهلا صار ماضي منهم تقريبا اسبوع، يعني بلش العد التنازلي، والا يعني لازم ما بنروح على سوريا طواعيه، او بنروح يعني نروح طواعيه عند المجرم بشار الاسد، او بنروح على كامب الترحيل اللي هو مثل السجن كمان، يعني ما فيه ادنى مقومات الحياه. تمام، أنا آسف أستاذة أسماء، أنا آسف، بس خليني يعني لحتى أرجع بس لسؤالي الأساسي، أنتوا زرتوا دمشق؟ حدا فيكم زار دمشق خلال لا السبع لا سنوات؟ نحن انا لا لا نحن إلنا 7 سنين بالدنمارك، حتى ضمن الاتحاد الاوروبي، هم بدول اوروبا انا ما طلعت ولا فتت، لاني دائما بكون مشغوله دراسه عمل وبراكتيك، يعني ما فما في عندنا وقت، يعني نحن السوريين في الدنمارك ما عندنا وقت لا للزيارات ولا حتى نروح. سيدة فيلي زاروا دمشق، يلي زاروا دمشق هن خربوا علينا، هدول اللي زاروا دمشق هن اكيد التبيحه، اكيد هن مع النظام، او اكيد اللي معهم جنسيه وبتصوروا بيقولوا انه نحن ما علي، يعني دمشق امنه. سيدة أسماء، يعني إيه أنا اللي بعرفه من حضرتك إنه عندكم حالة صحية حتى نتيجة لرفض تجديد إقاماتكم المؤقتة، وهذا الشيء مو جديد، هذا الشيء تقريبا من 6 شهور أول ما بلغتوا أو من كم شهر. يا ريت تحكي لنا القصة، يعني أو ما بعرف إذا الأستاذ عمر بيقدر يقول لنا إياها. أو نحن من 16/2 هذيك السنة بال2021 إجانا قرار من الهجرة أنه رجعوا فتحوا الملف، يعني مجرد ما إلك فتح الملف بالدنمارك يعني أنت صرت بموضع خطر، يعني أنت صرت مهدد بالترحيل، لأنه خلص كل المعطيات بتقول أنه مهدد للترحيل. ب26/2/2021 قالوا أنه إجاكم رفض تجديد الإقامة، ما في تجديد للإقامة، وأوراقكم تحولت لمحكمة تظلم اللاجئين. فجوزي من أول ما إجا القرار من الهجرة أنه فتحوا ملفنا، يعني وكانت المعطيات عم بتقول انه نحن خلص لازم نرجع على سوريا، فمن كثر التفكير يعني والضغط النفسي شلون بدنا نرجع، يعني نحن على سوريا عند القتل عند الاعتقال، فما تحمل فصابته جلطه دماغيه اثرت على يده اليسرى، يعني يعني وهلا عم بيصير له 6 شهور عم بيتعالج، يعني حتى صار الحمد لله ماشي حاله، سلامته يا يعني رب. كله لكن هل أبلغتم بالسبب؟ يعني شو قالوا لكم سبب قرار إلغاء الإقامة المؤقتة؟ السبب قالوا انه نحن يعني امنه بالنسبه لنا دمشق، قالوا العمليات العسكريه كانت تتم على ارض الواقع بدمشق زالت، ونحن كونه معنا حمايه انسانيه، فخلص السبب يلي نحن وجدنا لاجله في الدنمارك لازم نرجع هذا لسوريا قيل خلص. لكم بشكل صريح بملفكم، ولا هو انت عم تقولي لي الاسباب العامة يعني اللي عم يرفضوا على اساس الاقامات؟ انا كاتبين لي بالملف تبعي انه نحن كبار بالعمر فما في داعي، ودمشق امنه، انه ما في ودمشق امنه. وخلينا نضيف كمان معلومة للي عم يتابعنا، انه حضرتكم كنتوا من سكان دمشق ومن سكان مخيم اليرموك، لكن انتوا بالاصل من درعا طفص، صح؟ ايوه والله من درعا نحن، فبنتنقل كنا بين درعا ودمشق، يعني بطبيعه الحال قبل الحرب وبالحرب نحن بين مخيم اليرموك وبعدين بين درعا، لانه تم قصف البيت يعني بمخيم اليرموك بالمخيم بالكامل. ما ضل في حجر على حجر أساسا، ما ضل في بيت، ابدا واللي واقف لساته مهدد بالانهيار بأي لحظة، وأساسا حوصر المخيم. الحمد لله على سلامتك مرة تانية أستاذ عمر، لكن معلش اسمحوا لي بس أرجع لمحكمة اللجوء الأولى اللي بأول مقابلة من 7 سنين. ماذا عندما سئلتم لماذا أتيتم للدنمارك، لما بتسألكم محكمة اللجوء بماذا أجبتم؟ لأنه هي نقطة يمكن كمان كتير حساسة اليوم. نحن يعني نرى انه مو هربانين على هربانين من بشار الاسد، من القتل، من كل شيء فيها سوريا فيها كان شيء مقزز، هذا شيء، وكان يضربنا بالكيماوي، يعني حكينا شغلات كل شيء نسيته انا حاليا، يعني بس
ما بعرف شو هو انا من استاذ هيك. عمر سالتك هذا السؤال لانه في عدد لا باس به من السوريين لما بالمحكمه الاولى الخاصه باللاجئين قالوا انه الاسباب داعش مثلا، في مين قال النظام، لانه في للاسف عدد من السوريين لحقوا الموضه بوقت معين اللي هن راحوا يقولوا داعش مثلا. اليوم ما بنعرف شو اللي قال لهم داعش، مو بس بالدنمارك، ببقيه الدول كيف عم يتصرفوا معه بعد انتهاء تنظيم داعش او اعلان انتهاء تنظيم داعش. اليوم شو الخطوة القادمة يا أستاذة أسماء؟ أنتوا اليوم عم ترفعوا الصوت رافضين هذا القرار، اللي فهمته أنه أنتوا ما فقط كأب وأم طلع قرار إلغاء إقامتكم، لكن أبنائكم لا. شو اللي عم تستنوه؟ شو اللي ممكن ينعمل؟ والله القرار كثير صادم، يعني الي ولاولادي، نحن كعائله يعني عم بيعملوا تشتيت بالعائله، انا وزوجي انه قال دمشق امنه لنا ولاولادي غير امن، يعني هذا تشتيت عائلي، يعني اي يعني على اي القيم الانسانيه كلها راحت منهم، انه عم بيشتتوا عائله. وانا مثل يعني بالدنمارك اكثر في كثير كل العوائل هيك عم بيعملوا هذا الفصل بين العائله الوحده، يعني هذا الشيء مؤثر جدا، يعني كلياتنا اصبنا بالصدمه من هيك قرارات بحق السوريين، مع انه نحن والله جاليه تعبت على حالها بالدنمارك، ليش عم بيعملوا فينا هيك ما بنعرف. طب يعني استاذه اسماء، حضرتكم قلتي لي معكم اقامه لجوء انساني والتغت لانكم كبار في السن. خلال الفتره الماضيه ما بعرف قد ايه الخيارات عندكم متاحه مع حديثكم مع المحامي مع المنظمات انه تغيروا اقامتكم، يعني ممكن تتبدل مثلا، في بعض الناس بيعملوا اقامه عمل، ما بعرف هذا الخيار قد ايه متاح بالدنمارك، سواء بالدنمارك او باي دوله اوروبيه ثانيه فيكم تقدموا فيها اقامات. هلا في هيك شيء، بس يعني كمان الخيار هذا كثير صعب هلا، بس انه هون نحن السوريين انه يعني انه ممكن تتغير اقامتك من بالمحكمه تتظلم اللاجئين من حمايه انسانيه للسياسي، بس انا كانت محكمتي غير عادله لانها كانت تتوقف على مزاج القضاه، انا قال يعني هيك حكوا انه مزاج القضاه ما كان يعني كثير منيح، كان سيء يعني، والقضاة يعني مثل ما مو يعني مو أوادم مثل ما بنقول باللهجة السورية، فأنا مشان هيك خسرت قضيتي، فتصوري مصير عائلة ومصير عدة عوائل بيرتبط بمزاج قضاة يعني، وهي محكمة لإحقاق الحق يعني، فهي للأسف ظلمتنا. ذكرتوا لهم انتم انه منزلكم في او الحي اللي في منزلكم هدم على الاخر وما عاد في حجر على حجر ومن هذا الكلام، وشو كان طبعا ردودهم؟ انه قال بترجع بتتعمر وكله بيتعمر وانتم رجعوا عمروا بلدكم، انه لما نرجع بنعمرها بشكل انه يروح لسبب الموضوع، ايوه يروح لسبب ونحن بنرجع بنعمرها، انا بضب شنطتي من بكره اذا راح بشار الاسد وايران وروسيا من بكره بروح، ما عندي مشكله بعمرها لبلدي. شلون يعني بشار الاسد طلعوا روسيا طلعوا حزب الله، انا بروح ما بدي اقامتكم، بس يعني شو متوقعين اليوم أستاذة أسماء؟ شو أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ والله أسوأ ما يمكن أن يحدث إنه أنا يعني يمكن هلا يكون يمكن هلا ضمن بقلب الأسبوع اللي المحامي فيه طعن، إذا صار طعن بتوقف قرار الترحيل وبضل وبترجع بتنفتح قضيتي من أول جديد وبرجع بستنى يعني، وممكن في قرار إنه لازم أطلع من يعني من البلد أو روح أطلع من البلد، ما بعرف يعني هذا قرار أنا مستبعدته لأني أنا بدي حارب بدي حارب لآخر يعني رمق اني ضل جنب اولادي، انا قطعت بحر وصحراء وعانيت وانخطفنا برحلتنا من رحله من الموت عبر رحله الموت، اخر شيء عشان يقولوا لي بعد 7 سنين انت رح تروحي يا اما طواعيه لسوريا او ترجعي لكامب الترحيل. اسماء معلش يعني اسالك، شو في خيارات عندكم يعني لا سمح الله اذا تم اقرار الترحيل، شو في خيارات ثانيه، اي البلاد اللي انتم بتقدروا تدخلوها غير سوريا طبعا؟ والله ما يعني حاليا ما بعرف، نحن عم نشوف ناس شي بيقول هولندا شي المانيا شي ما، فنحن حاليا هذا الموضوع ما لي فكره فيه، انا كثير كثير متشككين يعني، انا هلا تفكيري مصاب اذا صار في قرار طعن اني بدي ارجع استمر بدي ضل مع اولادي. يعني ما بعرف، بدي اسال المحامي بدي اسال ناس مختصه في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. نعم يا اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكما. اي تفضل. اذا اني حاطين انه راح يحصل جواز سفر سوري مع عندهم بالهجره والجواز الدنماركي عندنا، لما رحنا على محكمه الظلم دغري صوروه فاضي ما فيه اي شيء، لا طالعين ولا جايين، يعني يا اما بدهم يقبرونا عند بشار يقولوا روح يا بشار اقتلهم هذول، يا اما انتوا اقعدوا هون.
نحن بنتمنى لك السلامة أستاذ عمر، وإن شاء الله بالعافية التامة، وشكرا كثير لوقتك ولوقتك سيدة أسماء، بنتمنى لكم دائما تكون حياتكم مستقرة، شكرا كثير لكم.